اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من يلا نتفاهم. في بدايه حلقتنا بنحب نرحب في البرنامج بضيفتنا مهندسه مارجو الجمل. مهندسه مارجو بجانب خدمتها في الميديا وخدمه الكلمه ليها كمان خدمه واسعه مع امهاتنا وابائنا في الاسر والاجتماعات. اهلا بيكي مهندسه مارجو. اهلا بيك حبيبتي. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيك يا مرجو. اهلا بيك، مبسوطين بوجودك معانا النهارده. اشكرك. وصلت لنا رساله من ام بتقول فيها انا ماما والاول مره، مفروض اكون فرحانه وسعيده، لكن الحقيقه انا محبطه جدا من المسؤوليه وقعده البيت والشغل الكتير اللي ما بيخلص والبيت المتكركب دايما. جوزي من النوع المنظم والمرتب، عشان كده مش عاجبه وضع البيت ودايما بيلومني، وده بيسبب زعل وخلافات كتير بينا. انا عايشه بعيد عن اهلي وما كنتش متوقعه كل ده ومش عارفه اتصرف. كنت بشتغل قبل الجواز وما لحقتش اشتغل تاني قبل الحمل لاني حملت بسرعه. حياتي مرتبكه جدا ومحبطه، مش عارفه اعمل ايه. الاحباط، انا هنتكلم النهارده عن الاحباط، ايه هي علاماته وايه هي خطورته وايه اسبابه في حياتنا الزوجيه. هنتكلم كمان عن علاجه وازاي انجو من فخ الاحباط. الموضوع ده هيكون حوارنا النهارده مع المهندسه ماركو. مارجو، سمعتي معانا قصة الأم، يا ترى تقدري تقولي لها ايه النهارده في الإحباط ده؟ هي أنا قلبي معاها الأم دي، لأنه فعلا لأن الإحباط بيبقى فعلا بيجي لما بنتوقع إن حاجة تحصل ويحصل عكسها، أو اللي احنا كنا متوقعينه ما يحصلش وليجي يبقى مخالف للتوقعات بتاعتنا، حتى لو اللي حصل ده شيء جيد. يعني أكيد مجيء طفل ده شيء جميل، ياما ناس تتمنى طفل، بس الأم ما كانتش متوقعة هذا الارتباك واللخبطة والدنيا مكركبة ومش عارفة تتصرف ازاي وما عندهاش خبرة ومفيش حد جنبيها، رغم انه في جانب تاني، في أسرة وفي بيبي وفي يعني. فدايما الإحباط لما الواحد بيحس ان الأعباء والمسؤوليات اللي عليه أكبر كتير من التوقعات بتاعته أو من احتماله. يعني هي الأم كانت مش متوقعة انه لما يكون في طفل هيكون في مسؤولية كبيرة كده ومش هتنام بالليل بالظبط، ومحتاج حاجات كتيرة جنب بقى البيت جنب طلبات الزوج، فاحبطت. كانش دي توقعات فعلا، كان عندها توقعات تانية، الأمور هتبقى أسهل من كده، أبسط من كده، الدنيا هتعدي، الأمور هتبقى حلوة. حتى بيقالوا إن ساعات الأمهات تدخل في اكتئاب ما بعد الولادة، لأنه بتبقى الحياة بتتغير فجأة وحاجات كتير بتحصل ومش متعود عليها ومش مدركاها ومش واخدة عليها، بيحصل اكتئاب، نوع من الإحباط، نوع من بيبقى وقت بيبقى صعب. بس يعني عايزة لما بيجي بيبي بيبقى بتبقى فرحة بالتأكيد وبتبقى يعني أكيد بالتأكيد الأم المفروض تكون مبسوطة وفرحانة، وطبعا أهلها بيبقوا موجودين جنبها بالتأكيد ويقعدوا يدلعوا في البيبي، ف ده أول ده أسبوع جو 10 أيام لكن بعد كده ممكن. خلاص. ايوه، بيبقى في مسؤوليات فعلا والحياه بترتبك والحياه بتتلخبط. في ناس بيبقى قادره تكمل ومبسوطه وبتبقى، احنا مختلفين عن بعض يعني، في ناس تقدر تكمل وفي ناس بيبقى صعب عايزه حد جنبيها، بتقول اهلها مش موجودين معاها، فالامور بتبقى صعبه. ودايما الاحباط، انا عايزه اقول في البدايه، ما في حد فينا الا ومر بوقت احبط فيه او حصل له خيبه امل او حصل له انه انا كنت متوقع واللي توقعته ده ما جاش. يعني حتى لو صح، الامر ده جيد، يعني حتى انا متوقع يجي لي 100,000 جالي 80,000 فاحبط، انا متوقع يجي لي مبلغ، انا متوقع فلوسي، انت عارفين بعد ما الدنيا التعويم وكده لا فلوسنا قلت، فناس حصل لها احباط، انا كنت متوقع الامور هتمشي افضل، الامور مش احسن حاجه. بتبان بقى في العلاقات زي ما كنا بنقول دايما في العلاقات، انا يمكن هحكي شويه في العلاقات، انا مش دكتوره نفسيه، بس احنا كتير الاحباط في حياتنا بيبقى بسبب في العلاقات القريبة، بسبب الأب والأم والأولاد، بسبب الزوجين بينهم. بنلاقي إن الإنسان بيحس بإحباط لما بيلاقي إنه بيتقابل بمشاعر فتور أو عدم اكتراث، لما أحس الناس اللي حواليا مفروض تمدح التعب بتاعي أو مجهودي أو تقدر حاجة أنا عملتها ومحدش يقدرها. يعني حد كان بيقول أنا، حد كان طلب مني حاجة علشان أعملها وعملتها على أكمل وجه، وأول ما شافني بدل ما يشكرني قد إيه أنا ساعدته في الأمر ده وعملت حاجة كبيرة ومهمة، انتقدني على حاجة تافهة جدا جدا. بصراحة شعرت بإحباط شديد، يعني أنت كل اللي أنا عملته ده ما افتكرتوش، افتكرت بس الجزئية الصغيرة، وكانت حاجة صغيرة قوي،
تنتقدني عليها. الانسان ساعات بيشعر انه محدش مقدر التعب، محدش بيقيم انا قد ايه تعبت او قد، وده بيصيب الناس بالاحباط كتير. بتبقى ام مضحيه، تلاقيها قد ايه بتحب ولادها وبيتها وبتعمل حاجات كتير قوي، مفيش كلمه تقدير في الاخر، بتشعر باحباط فقط. وبالعكس ممكن تلاقي كلمات سلبيه، اب بيهلك نفسه في الشغل وليل نهار وشغل وكتير عشان يكفي ولاده، وممكن يلاقي من الاولاد ردود فعل سلبيه جدا وردود سخيفه، ايه انت ما انتوا اللي خلفتونا، طب خلفتونا ليه، طب ما انتوا المفروض تصرفوا علينا. مع التحديات والاسعار والغلاء الاب ساعات بيشعر باحباط، انا بعد كل اللي عملته ده ومفيش حتى تقدير اللي انا بعمله. مش كده؟ الاحباط فعلا شيء بيبقى قاسي، يعني كلنا مرينا بيه بشكل من الاشكال، في علاقات مع اولادنا مع عائلتنا مع اقاربنا في الشغل. وبتبقى من علاماته، حضرتك سالتني ايه العلامات، العلامات بتبقى لساعات الواحد من كتر ما بيحبط بيجي في وقت يفقد الشغف، خلاص انا مبقاش كده فرحان وعايز اكمل في حياتي، فقدت الاهتمام. ممكن الناس تانية تبقى خلاص ابتدت تركيزها في الحاجه يقل، لانه انا مش متقدر كفايه. بيقولوا دي من العلامات. في ناس بتشعر بألام عضوية نتيجة الإحساس بالإحباط، مش كده؟ الإحباط فعلا بيبقى ليه تأثير حتى على أجسامنا. هل في ده ناس بيفرق من شخصية للتانية؟ بالتأكيد يعني لو أنا مثلا شخصيتي مرحة مثلا ممكن أحبط؟ ممكن أحبط بقدر في حد تاني لا، يميل للاكتئاب ويميل انه ليه الناس تعمل، وحساس قوي لنقد الناس وعدم تقديرهم، اخدها في نفسي قوي واتعب. ما ده اللي أنا بقوله، يعني يمكن الإحباط بيجي أكتر للشخصيات اللي هي ما ده اللي هنحكي فيه. مثلا منظمة مدققة كلام مرتبة من ده. جدا، صح، الشخصيات الكمالية. فالناس لما بتبتدي تشعر بالإحباط ده بيجي ناس تشعر بألام فعلا عضوية، ناس بيجي لها في اضطراب في النوم، في ناس تفقد شهيتها فعلا، في ناس تحس انها ابتدت تفقد الثقة بنفسها، الناس قالت لي كده يبقى انا مش هقدر اكفي اللي انا بعمله، انا مش هكمل بنفس الكفاءة لاني خلاص مفيش تقدير. في ناس ساعات بتشعر انها نفسها تبكي بلا سبب، تلاقي ناس كده تبكي مفيش حاجة حصلت بس نفسها تبكي لانها شعرت انه اتخذلت، شعور بالخذلان، شعور ان انا ما تقدرتش، ما خدتش اللي انا كنت متوقعه اللي انا كنت عايزه. بس قبل بتهيألي الإحباط ده اتفضلي. درجات، طبعا طبعا يعني مش يعني نسبة الإحباط بتختلف. طبعا حسب الموقف وحسب انا توقعاتي كانت عاليه قد ايه، وانا كنت منتظر الناس تقدرني ولا لا، انا حساس قوي للناس، يفرق معايا قوي الناس شايفاني ازاي، مقدره شغلي ازاي، فعلا بتختلف في شخصياتنا. هي مش فكرة أنا يعني عايزة الناس تقدرني، بس احيانا انا بنحط في موقف بيبقى فيه كلام صعب بيتقال، حتى لو انا مش عايزه تقدير من الناس بس مش عايزه تجريح، بالظبط، ما انا فده بيعمل احباط. ما فعلا يمكن بداية السؤال لما تقولي فاحنا كلنا بنتأثر بالإحباط بدرجات، وهنقول ايه الأسباب، مين أكتر الناس اللي بتتجرح والأمر ده بيأثر عليها جامد. بس قبليها كنت نفسي أقول قصة كانت طريفة، هي حاجة كده بس فيها عبرة. يقول لك إبليس مرة حط أدوات كده في محل، وجي على أداة من الأدوات الغريبة بتاعته حط عليها أعلى سعر، فقالوا له ايه دي؟ قال لهم دي الاحباط، لان هي دي الاداه بتاعتي المؤثره اللي ممكن تقود الانسان للياس، ومنها طبعا يتمنى الموت لنفسه. الاحباط الانسان لو استمر فيه بيبقى شيء صعب وقاسي، وفعلا الناس بتتاثر بيه بدرجات وبتفاوت. لكن في اسباب فعلا بتؤدي للاحباط، احباط مش بيجي بلا سبب. من اكتر الاسباب ان يكون عندي توقعات عاليه ومثاليه، توقعات عالية ومثالية، وخاصة بتحصل بين الأزواج والزوجات لما يبقى مثلا إن أنا هعيش بقى في عالم يعني مثالي جدا، وهيبقى الأمور ماشية حلوة قوي، بالذات لما يكون مثلا أحد الزوجين مرتب جدا ومنظم جدا وكل حاجة عنده بالترتيب وبنظام وكل حاجة في مكانها. بيصاب بالإحباط لما الطرف التاني يكون شوية حياته زي ما بنقول فيها هرجلة، فيها عدم ترتيب، ما فيهاش نظام، فبيحس طب إزاي الدنيا بتعمل توتر وبتعمل خلافات. هقول حاجة أكتر أهم من كده، ساعات الزوجين بيبقى الزوج مثلا أنا داخل بقى العلاقة وهنبتدي بقى وهعتبر مراتي أو زوجتي دي هتبقى ماما التانية اللي بقى هتهتم بيا وتاخد بالها من طلباتي، تعمل كل اللي أنا كنت عايزه وكأنها بلا مقابل أو ما تطلبش حاجة مني، توقعات زيادة، بيبقى أنا متأثر ماما كانت تعمل معايا إيه. ودي من أكتر الحاجات اللي بتعمل إحباط، إن هو مش بيلاقي ده
والزوجة كمان بتحس انها مش هتعمل كده، فهي كمان بتحبط، لان انا ده مش دوري، انا مش ماما. او العكس، او زوجة متوقعة مثلا ان جوزي ده هيبقى بابا التاني، يعني طلباتي وعايزة ايه ويدلع ويعمل، وبابا ده اللي ايه مش مستني مني حاجة. يعني هو ليه بنسمي انه مثلا الزوج يبقى متوقع ان زوجته تهتم بيه او تهتم بالاكل بالحاجات دي، انه هو بيطلب حاجة غلط يعني؟ لا بس بتبقى كأن زوجتي دي هتبقى كأنها زي ماما بالظبط. لا مش هتعرف تبقى زي ماما، ده بيبقى توقعات عالية جدا، بتيجي بعد كده بتصطدم بالواقع، مش بيحصل كده. هي مش ماما، ماما ممكن تدي وتقدم وتقدم ومش عايزة حاجة خالص ومتستناش حاجة. بابا يقدم ويقدم ويقدم مش مستني مني حاجة، ده بابا يدلع ويدي ويقدم. يعني قصد حضرتك المشكلة انه متوقع ان هو ياخد ومش ايوه بيدي، بالظبط زي ما زي الام ممكن بتدي من غير بالظبط ما بتاخد حاجة يعني، بالظبط، زي ما بس كنت باخد. المفروض زوجته برضو بتبقى يعني ليها طلبات وليها طبعا هي مش ماما احتياجات لازم. اكيد بالظبط، والزوج مش بابا برضو، يعني من الطرفين. يعني انا احنا بس الفكرة كمان بتصطدم بحاجة تاني، التوقع ده بيبقى جوايا ان مفترض ان الامر ده يحصل لان اتعودت كده في البيت انا كزوج او كزوجة. وكمان حاجة تانية، انه ساعات بيبقى في وقت في البدايات بتبقى في رغبة طيبة ان كل واحد عايز يرضي التاني ويريحه ويفرحه، فيبقى في وعود عالية قوي، بعد شوية يصطدم بالواقع ما اقدرش يعملها، ده انا هعمل لك وهعمل لك، وتيجي بعد شوية ما عملش، لا ده انا هخدمك وهعمل لك وهريحك وهعمل، بتبقى في وعود جميلة في وقت، وبعدين يجي بعد شوية مع الضغوط ومع الحياة ومع كده ما بتحصلش الحاجات دي، فالإنسان بيحس بخيبة أمل. ايوه، بس ما هي الفكره انه في اول الجواز بيبقوا متنين وخفاف ومفيش طلبات كتير، لكن بعد شويه بيجوا الولاد، فهو الطبيعي انها لا يمكن هتقدر تعمل اللي كانت بتعمله في الاول. بالتأكيد، وبالذات الناس اللي بتتوقع يعني حاجات أكتر من الواقع ومن الحقيقي ومن المعتاد، في ناس عندها توقعات عالية، دولت أكتر ناس بيصابوا بالإحباط. احنا بنقول إيه النوعيات؟ الناس اللي هي عندها مثالية أو كمالية أو عندها توقعات عالية، فبتحس إنه وبتفترض في الآخر إنه المفروض يحبني ويضحي ويبذل، دي توقعات بزيادة، وكل واحد بينتظر من التاني كده من غير حتى ما يبذر او يقدر يساعده على كده او هو يقدر يتحرك في كده، بنتظر وخلاص، هو المفروض يجيب لي، المفروض يديني، وهي المفروض تعمل لي، وهي المفروض تعمل وتقدم، ما هو كل الامهات بيعملوا كده، كل الزوجات بتعمل كده. الحاجات دي لما الانسان بيبقى عنده توقعات عاليه ومثاليه وبزياده، دولت اكتر ناس بيصابوا بالاحباط، والطرف الاخر كمان بيصاب بالاحباط لانه مش عارف يكمل. عشان كده احنا بنتوقع ساعات مكافآت على حاجة احنا ما عملناهاش، ببقى انا عايز حد يكافئني، عايز حد يقول لي برافو، عايز حد يعمل لي. النوعية دي بتصاب بالإحباط. حتى النوعية الخيالية دي برضو في العمل، انا مش هنسى موقف كان في حد كنا نعرفه وكان بره وكان في امريكا وعايز يعمل مشروع، وهو ابتدى انسان بقى يعني عنده بقى يعرف التوقعات العاليه وحماسي جدا، وقال انا هاخد بقى قرض من البنك وهعمل مغسله، والمغسله دي بقى هبتدي تكسب وابتدي اسدد القرض، وابتدي بعد شويه بقى خلاص تبقى بتاعتي وابقى غني ده والمشروع ناجح عمل أحلام جامدة جدا. جدا، وارد القرض بقى والمغسله تبقى بتاعتي واكسب فلوس كتير، ومش ربنا وعدنا بالنجاح وانا هجتهد وهعمل والموضوع بسيط يا جماعه. ناس نبهوه قالوا له في حاجات كتير لازم تدرسها، الموضوع مش بالسهولة دي. اكتشف ان الولاية اللي هو كان فيها بيدفعوه مبالغ كبيرة قوي على الصرف اللي هو بتاع المغسلة عشان فيه كيماويات بتدخل وكده، وابتدى بدل ما يلاقي نفسه بيكسب ابتدى نفسه يخسر. فالناس برضو النوعية دي ساعات حتى بتبقى في حياتها وفي أسرتها بتاخد قرارات بسبب توقعات عالية وبعدين بيحصل إحباط. يعني في رسالة يعقوب، في رسالة قديس يعقوب بيقول اللي هو في إصحاح 4، بيقول هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح، وبعدين بيكمل أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، ما هي حياتكم؟ ها عوض أن تقولوا إن شاء الرب، يعني إيه خطة الله لحياتي، وتدرس الأمر. شكيك في سفر المزامير مزمور 73 بيقول لك حلم عند التيقظ يا رب عند التيقظ، ها تحتقر خيالهم، ناس عندهم خيال واسع قوي،
يعني الانسان يتخيل ويقول لك هروح وهيعمل. ياما ناس في وقت ما كانت مصر فيها اضطرابات قالوا هنسيب البلد ونهاجر ونروح، وهناك بقى البلد دي احسن ونتصرف وتبقى ظروفنا افضل، وخدوا الاسره كلها، توقعات عاليه جدا، وهناك افضل وفي امان اكتر، واكتشفوا هناك انه اصيبوا بحاله احباط فظيعه، لدرجه في ناس لما يشوفوا بعض، بالذات الناس كانت عايزه تروح امريكا، الكلمه دي مشهوره هناك، يقول لك خدت صدمه امريكا، خدت صدمة أمريكا. يعني هو رايح بقى بتوقع وبأحلام وحاجات بقى كبيرة، ويتفاجئ هناك الدنيا مختلفة، الأمر بالصعوبة مش بالسهولة، دي في تحديات في صعوبات وفي أمور، مش كل الناس بتنجح. عشان كده في ناس ساعات بتتحرك وبتاخد الأسرة وكلهم بيتحركوا، وبعدين بيحبطوا بيلاقوا نتائج مش إيجابية. بس فكرة إن الواحد يكون عنده خيال وأحلام دي حاجة كويسة، وإلا الواحد هيفضل قاعد في مكانه ومش هيتحرك أبدا لقدام. بس لازم تدرس التحديات اللي في الحاجة دي، يعني دايما لما تحط هدف، الهدف ده خليه يبقى فيه بعض التحدي عشان تدرس وتعرف ايه اللي انت مطلوب منك، وبرضه بدل ما تحط اهداف مستحيلة وتهبط. لكن لما تقول خيالك انا هعمل وهكون وهروح، ناس كتير اتصدمت لان ما كانتش دارسة الامور صح. حضرتك عايزة تقولي انه مش الاحلام وبس، لكن الاحلام لازم يبقى في معاها دراسة للواقع، وانا هعمل ايه وامكانياتي ايه بالظبط والظروف ايه علشان اقدر ابقى عاملة حسابي لكل تحدي. بالظبط، يعني التحدي اللي انا حاطه قدامي انا دارسه كويس وعارف ايه اللي ممكن يقابلني، ايه الحاجه اللي ممكن اتحرك فيها وادرسها كويس، لان يبقى في بدائل كتير. يعني من ضمن الشخصيات الكماليه ان الكتاب المقدس بيتكلم عنها كان ايوب البار، دي شخصيه كماليه، كان شخص حاطط كل ثقته في كماله، فبيقول كده: فقلت اني في وقري اسلم الروح ومثل السمندل اكثر اياما. كان عارف انه هيعيش كتير والدنيا جميله والامور كلها لذيذه، لكن اتفاجئ طبعا بالامور اللي حصلت في حياته، لان كان حاطط كل رجائه وكل ثقته في ان انا اموري كلها تمشي زي ما حلوه جدا. الشخصيات الكماليه دي بتحس ان طالما الامور كده منضبطه وكل حاجه في مكانها، كل حاجه هتمشي صح قوي، وبعدين يتفاجئ بحاجات، يعني بيقول: حين ترجيت الخير جاء الشر، وانتظرت النور فجاء الدجى، يعني جت الظلمة. انه بيكمل في سفر ايوب: اليس تقواك هي معتمدك ورجاءك وكمال طرقك؟ عشان كده بيقول: ايامي اسرع من الوشيعة وتنتهي بغير الرجاء. ما تحطش رجاءك في كمالك، في ان انا ظابط الدنيا وهتمشي كده. الانسان لما بيحط رجاءه في حاجات ممكن مع الوقت تتغير او يتفاجئ انها اتغيرت، بيحبط جامد، تبقى امور صدمه، لان بيبقى مطمن قوي ان الامور هتحصل وتمشي كده. عشان كده النوع ده اكتر نوع بيصاب بالاحباط، اللي هو الكمالي او المثالي جدا، او اللي حاطط رجائه في انه انا كويس والامور كلها هتمشي كويس. ايوه، بس الشخص الكمالي ده بيبقى درس الموقف وعارف التحديات، وزي ما احنا لسه قايلين انه بيبقى مدقق، فصعب ان هو يفشل. مش لا احنا قلنا يعني هو انسان كمالي ممكن مدقق، بس هو توقعاته، اللي عنده توقعات مثاليه في الاخرين، توقعات ان هو انا الامور هتمشي كما هي، الامور مش هيحصل فيها اي لخبطه، انا حياتي هتكمل وهبقى مبسوط والامور كلها هتبقى جميله، وانا حياتي هتبقى افضل وافضل لان انا كويس. الشخص اللي هو كلمي على شخص مغرور بقى يا باشمهندس، ما هو ده كمان يعني كمالي بس مغرور شوية، يعني حاسس بنفسه وحاسس انه مطمن قوي ان ان هو الدنيا كلها انا مظبطها والدنيا كلها ماشية وكده يعني. فالشخص ده بيتفاجئ انه الدنيا ما مشيتش كده، الدنيا ممكن فجأة. هو طبعا احنا هنشوف قد ايه الرجاء ما ينفعش يتحط قوي في بني ادمين، قوي في امور، قوي في فلوس. لو حطيت رجائك بس في الحاجات دي هتيجي في وقت تحس انه بيخيب فعلا. عشان كده في نوع تاني بيصاب بالإحباط، لما صح شخص يكون حاسس إنه يستحق أي حاجة يتمناها تجيله. كتاب مقدس يتكلم عن شخصية زي كده، كان الملك أخاب، وده كان في العهد القديم في سفر الملوك في إصحاح 21، يقول لك إنه كان في جنب القصر بتاعه في كرم لواحد اسمه نبوت اليزرعيلي. أخاب جه في وقت قال: أنا عايزه، انا الحاجه اللي احتاجها واخدها وده ينضم للممتلكات بتاعتي. فكلم اخاب وقال له: اديني الكرم بتاعك.
لانه كان بستان حلو قوي، وانا هديك بدل منه بس في مكان تاني، وانا عايزه اضمه، واللي انت عايزه خده. طبعا نبوت رد على اخابه وقال له حاشا من قبل رب ان اعطيك ميراث ابائي. فيقول الكتاب المقدس فدخل اخاب بيته مكتئبا مغموما. في ناس كده تحس انها دايما انا بستحق، انا مفروض الحاجه اللي اتمناها تجيلي، انا اللي انا عايزه يجيلي. طبعا للاسف كانت زوجته انسانه كانت شريره واللي هي ايزابل، وجات بطرق ملتويه جدا، خدت الكرم ده، وده كان سبب قضاء على حياتهم. لانه عشان كده الزوجه الحكيمه لما بتلاقي ان مثلا انا الزوج بيفكر ويعمل وعايز، وكان متوقع يجي له فلوس، انا بقى اتصرف واجيبها له باي طريقه، لا، لازم تكون الزوجه بتقف في الوقت ده وبتحكمه. يعني ايزابل كانت من الناس اللي عملت حاجه جت بقضاء وحش على حياتها وحياه جوزها، لانها بطرق مش كويسه، بالذات بقى لو معايا سلطه ومعايا فلوس واقدر اعمل واعمل. الناس دي مش عايز تتعرض للاكتئاب ولا للاحباط ولا اللي انا عايزه لازم الناس كلها تنفذه، لازم كلها الناس ترضيني. فتلاقي الناس دي دايما محبطه، لان الناس هتبقى تلاقي حاجات كتير ضدها، وممكن تضطر تعمل حاجات ملتويه جدا. من الحاجات اللي هي لذيذه ان حد يكون دايما في سكه نجاح وما يحبطش، ويليام شكسبير بيقول حاجه، بيقول لما تكون انت عايز تكمل في سكه نجاحك من غير ما تحبط، ده شخص عادي بيتكلم، وشخص طبعا كفيلسوف بيقول كلام له معنى، انك اول حاجه انك تكون اعلم من غيرك، انك تكون عندك علم اكتر من غيرك، واشتغل واجتهد اكتر من غيرك، وتالت حاجه توقع اقل من الاخرين. هو كله بيتكلم على الاخرين، يعني مع الاخرين، اصل دايما الاحباط بيجي بسبب الاخرين. ايوه، طب ما هو انا لو مخلياني في نفسي هيبقى في احباط، هيبقى في احباط على فكره. فحاسه انه انا حتى لو موجوده، انا اجتهدت وكل حاجه بس ما اصبتش الهدف، انا هاحبط. انا ربيت ولادي بس كنت متوقعه ان هم هيعملوا كذا وما عملوا. انا حاسه انه انا نفسي احيانا بحبط من حاجات انا بعملها. انا معاكي، بس الفكره اللي هو بيقولها ان عشان تكمل في نجاح وتكمل دايما ومفيش حاجه تعطلك، والاحباط ده ما يعطلكش ويكسرني، انك انت طول الوقت هيكون عندي زي واحد ايه، عارفه، بيشتغل على نفسه اكتر، بيعرف اكتر، بيجتهد اكتر، وكمان مش بيتوقع اكتر من الاخرين، فهو ماشي في سكه نجاح. هنشوفها بعد كده في شخصية بولس الرسول وفي ناس عظيمة، انه ازاي رغم كل التحديات اللي قابلوها ده ما كسرهمش عشان تكمل في نجاح. بس التوقعات القليلة دي مش بتبقى يعني ما بتخليش ان الواحد يبقى عنده مثلا هدف كبير يسعى ليه، كلام من ده. لو حطت توقعات زي ما حضرتك بتقول كده، انه اتوقع انك انت هتاخد اقل من الناس اللي حواليك، مش ده كده يعني ده حد ذكي؟ خنوع وضعف لا لا انا حاسه حد ذكي. ما تتوقعش كتير من الناس عشان ما تتعطلش. انت لو توقعت كتير الناس لازم تقول لك برافو وتسقف لك ويقدر قوي اللي انت عملته ومنتظر كده، ها، وده ممكن لو ما حصلش يحبطك، يبقى انت هتتاخر. ما تتوقعش كتير، اقول لك ما تتوقعش كتير، دايما مع الاخرين، اجتهد اكتر، اشتغل اكتر، خليك عندك امور افضل واعلم، تبقى اعلم منهم، يعني عندك تميز في العلم في الدراسه وكده، وكمان ما تنتظرش كتير منهم، مش عشان حاجه، عشان تقدر تكمل بنجاح. ما انا هكمل ازاي وانا مش متوقع انه المجهود اللي انا بعمله ده هيكون له ثمر؟ ما هو قالك يعني توقع اقل، بلاش توقع اكتر، لان عشان ما يحصلش احباط. هو ذكي في الكلمه دي. الانسان اللي بيتوقع كتير قوي ومستني الناس تقول له دايما برافو بيحبط، مستني الناس تقدر قوي اللي هو عمله بيحبط، مستني الناس قوي بيحبط. يعني احنا بنقول الاحباط ده شيء بيكسر الواحد، ممكن يعطله. عشان كده الاحباط كمان بيجي لما بحط توقعات من دماغي ومش من عند الله، يعني دماغي بتقول كده. يعني في قصة شهيرة قوي في الكتاب المقدس عن تلميذي عمواس. تلميذي عمواس دولت يعني مروا بظروف صعبة قوي، والرب يسوع وصلبه وكده، وبعدين في اليوم الثالث لقوا، هما طبعا كانوا مع التلاميذ،
وبعدين كانوا محبطين قوي بعد الصلب، ومفروض القيامة حصلت، كانوا ماشيين محبطين. وبعدين الرب يسوع جه ليه كل المجد، مشي جنبيهم قال لهم انتوا ليه عابسين؟ كانوا عابسين يعني ايه؟ محبطين، مكشرين، مكشرين، مكتئبين، متضايقين. قالوا له انت ما كنتش عارف ايه اللي حصل؟ ما عرفوش ان هو الرب يسوع لكل المجد، اعتبروه شخص غريب. قالوا انت مش عارف ايه اللي حصل، انت ايه غريب عن البلد، انت ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل، ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا، وكنا نرجو ان هو ده اللي هيخلصنا. كانوا حاطين رجائهم في حاجه. يعني هم الاول قالوا ده كان شخص عظيم وشخص كان رائع وكده، وبعدين اتصلب ونسوا خالص فكره القيامه. من ضمن الحاجات العجيبة في القصة دي ان هم بيحكوا مع رب المجد يسوع، بيقولوا ان احنا كنا نرجو ان هو ده المزمع يفدي اسرائيل، يعني رب هيجي ويخلصنا من الرومان، هيجي ويحقق كل امنياتنا، هيجي ويصنع لينا كل حاجة، ان رب يسوع كان يجود يصنع خير. فالناس كلها توقعت الامور دي هتستمر، مش معقول هيحصل النهاية الصعبة دي. وابتدى الرب يسوع يكلمهم من البداية عن كل حاجة. عايزه اقول لكم حاجه، الرب يسوع، انا خدت بالي النهارده من متى 17 او 16، الرب يسوع كان كل شويه يقول لهم ان ابن الانسان هيسلم للامم وهيصلب وهيقتل وفي اليوم الثالث هيقوم. في اصحاح 17 يقول لك فحزنوا، يعني هو كله افتكروا ازاي يا رب يحصل معاك كده. في اصحاح 17 بعد كده و20 وكل شويه كان يقول لهم ابن الانسان هيسلم الى ايدي الامم يعني هو وهيصلب كان بيحاول ويقتل. يوضح لهم جوانب بالظبط الموضوع كله بالظبط، ويهدي شوية من سقف توقعاتهم اللي هي مش مظبوطة، ويعرفهم ايه اللي ان هو هيحصل. بالظبط هيخلصهم من الرومان او كده. بالظبط، ان كل ده هيحصل فعلا، وهم نسيوا كل ده. ها، وتلميذي عمواس لما كانوا ماشيين عابسين، كان مفروض الصبح هم حتى قالوا الرب المجد ان في نساء جم راحوا الفجر عند القبر وملقوش الجسد موجود، وراحوا ناس تاني من عندنا لقوا فعلا الجسد مش موجود. طب ما تفتكروا الرب يسوع قال لكم ايه؟ ان في اليوم التالت ايه؟ هقوم. هقوم. نسيوا كل ده، كانوا ماشيين عابسين، متضايقين، مأزومين، وخلاص. انا عايزة اكمل الفكرة، انه كان مفروض اول ما يلاقوا ان الجسد مش موجود والمريمات لما راحت في الفجر يفتكروا ده قال لنا هنقوم. تعرفين مين افتكر انه هيقوم؟ الكتب والفرسين. راحوا لبلاطس تاني يوم قالوا له احنا سمعناه انه بيقول في اليوم التالت هيقوم. يعني الاعداء والناس اللي كانوا ضد الرب يسوع اللي صلبوه افتكروا كل كلامه وتلاميذه، وكأن دي حرب من العدو بيخليني انسى حاجات كتير كانت ممكن وقت الاحباط والضغط ووقت ما انا عابس ممكن كانت تنقذني وتخليني ادرك، لكن لسه كانت في غمامه. لدرجه طلبوا من بيلاطس من فضلك الراجل ده قال في اليوم التالت هيقوم، احنا مش عايزينه ده يحصل لحسن التلاميذ يجي ويخطفوا الجسد بالليل، فأؤمر بحراسه واعمل حجر كبير على على القبر واختمه. وعمل لهم كده فعلا بيلاطس. يعني الاعداء افتكروا وتلاميذه ما افتكروش. يمكن التلاميذ ما افتكروش لانه كان امر غير متوقع ان حد يكون بيموت وبعدين قال لهم. يقوم. هو قال لهم قال لهم بس اكثر من مره، كل شويه كان يقول لهم ابن الانسان هيسلم. ايوه بس فكان ما شافوش حاجه بعينيهم كده قبل كده. طبعا كان الامر غريب، ما كانوش مدركين كل ده. حتى لما رب المجد كان بيقوم، كان هو بيقوم حد لكن منه لنفسه كده، هما ما شافوش حاجه زي كده. بس هو قال لهم ابن الانسان هيسلم وده حصل وهيصلب وهيقتل وفي اليوم التالت يقوم. اتقالت اكتر من مره في الاناجيل واتقالت للتلاميذ بشكل مباشر، لكن دي معناها ايه؟ نتعلم منها انه بيجي في وقت ابليس بيغم عيني قوي وبياخدني في الاحباط والاكتئاب والياس ويخليني متغمي وناسي كل معاني تانيه ممكن تنقذني. يعني لما المريمات راحت في الفجر وما لقتش وجت قالوا الكلام ده، كان المفروض يفتكروا ايوه ده قال لنا هنقوم هيقوم، يعني هو قام، ويفرحوا. لا، فضلوا عابسين. يعني هو هما يعني للأسف توقعوا حاجات مش هي مش الصورة كاملة. يعني هو الرب يسوع وضح لهم الصورة كاملة، لكن زي ما بتقول حضرتك كده إنه إبليس جه غم عينيهم عن حاجات ممكن تنزل التوقعات شوية، وفضلوا باصين بس على الحاجات العالية، فعشان كده أحبطوا، لأن هما مش ما ما
يعني تناسوا حاجات، تناسوا حاجات حاجات مهمة قوي. كانت مفروض تنزل شوية يعني التوقعات بتاعتهم العالية، وعاشوا لا بقى في الحاجة الحلوة بس. لا، والتوقعات يعني تكملة فعلا للاسترسال ده، انه التوقعات اللي هم عملوها كانت من دماغهم، ان الرب يسوع هيجي ويحررنا من حكم الرومان، وهيعمل بقى معجزات، وهيأكلنا ويشربنا ويفرحنا ويباركنا ويفضل وسطينا، لكن انه يقتل او يصلب ويقتل. فاهمين القصة دي؟ نسيوها دي. اصلا انا متوقع ان ده، هم قالوا له احنا ده كنا نرجو ان هو ده اللي هيفدي اسرائيل. يفدي ازاي؟ يخلصنا من حكم الرومان، يعمل كذا ويعمل كذا. ساعات بيبقى عندي توقعات ان ربنا مش ممكن يعمل كده، ودي كتير بتخلي الناس تحبط في حياتها. كانت في ام تقول لي ربنا لا يمكن يسمح ان ابني يبعد، ابنها بعيد ومع شله اصحاب مش كويسين وحاجات قاسيه، بس ربنا عمره ما هيعمل، ربنا رحيم، ربنا عمره ما هيسمح لي بكذا، او ربنا عمره ما هيسمح ان يحصل لنا كذا. ساعات تبقى توقعات من دماغي ومكمل فيها وانا مش مدرك حاجات تانية هي الاهم، على كلمته وعلى اللي هو قاله، لكن دي توقعاتي انا، افكاري انا، وابني عليها وامشي، فيحصل احباط. انا متوقع ربنا لازم اكيد هيشفيني ومش هيسمح لي بكذا ومش، وتحصل حاجات وابقى واتخبط في ربنا واحبط ويصعب عليا واكيد اتكسر. الرب يسوع ليه كل المجد ابتدى يتكلم معاه، وابتدى يقول لك ابتدى من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور، ابتدى قلبهم يتحرك، ابتدى قلبهم يبتدي يفهم، لانه كان في ظلمه. الانسان لما بيبقى عنده توقعات بتاعته وتوقعات على قده قوي ومن افكاره مش كلام الله اللي بيقول كده، كتير بيحبط، بالذات في حياتنا الروحيه او في توقعاتنا ناحيه ولادنا او في توقعاتنا ناحيه نجاحاتنا، لان دي حاجه انا قلتها كفكره. طيب النهارده الله عايز يقول لي ايه فيها؟ فلما ابتدى الله يكلمهم رغم انهم لسه مش مدركين ان هو رب المجد يسوع، ابتدى يحسوا قلبهم ابتدى يتحرك، وابتدى الرب يسوع كانه مكمل ماشي، قالوا له لا خليك، الزماه ان يمكث معهم. ومن هنا ابتدت تحصل الاستناره اللي نفسي نحكي فيها شويه، لما اتكأ معاهم وقال الكتاب اخذ خبز وبارك وكسر وناولهما، انفتحت اعينهما، اتفتحت العينين وشافوا اللي ما كانوش شايفين، أدركوا أمور رغم إن أمهم كانوا سامعينها قبل كده بس أدركوها. ياما حاجات بنسمعها بس مش مدركينها، فعشان كده تفضل الأمور ضيقة في عينينا، والإحباط ممكن ينال مني بسرعة. انفتح وابتدوا يعرفوا الحقيقة، وبعد ما كانوا ماشيين عابسين ونازلين من أورشليم لتحت، رجعوا المشوار كأنه عملوا يوتر ورجعوا تاني، مشوا في السكة الصح بعد ما العينين استنيرت. مهم قوي كتاب بيقول كل اللي نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. لما بقعد في نفسي وفي توقعاتي وفي أفكاري أنا عن اللي حواليا وفي المثاليات بتاعتي وأنا مستني اللي قدامي يعمله، كتير بأحبط، لأن حاطط رجائي وحاطط عشمي وحاطط أملي في حاجة ممكن تخيب. أيوة، بس أنا لما بحط عشمي وأملي في نفسي او في الناس اللي حواليا او في الظروف او في اي حاجه، انا مش بحطها كده من دماغي، ما هو ده نتيجه الواقع اللي انا عايشه فيه، نتيجه تجارب سابقه انا مريت بيها، نتيجه تجارب ناس تانية انا سمعت عنها، فانا مش بحطها كده وخلاص، لا، ما هو ده الواقع. هو ده الواقع، بس انا ياما الانسان يعني عايز اقول رجاءه خاب وامله خاب لما حط رجاءه كله في بشر وفي ناس. ما في حد فينا الا في وقت جاله شعور بالخذلان وشعور ان انا مش مبسوط، وفي اقرب العلاقات يعني ممكن زوجه ممكن زوج ممكن الاولاد، يعني تلاقي ردود من الاولاد بتبقى قاسيه جدا مزعجه جدا، انتوا ليه خلفتونا؟ انتوا ليه مش قادرين على مصاريفنا؟ انتوا ليه تعملوا كده فينا؟ مفيش تقدير للام، مفيش تقدير للاب، مفيش تقدير حتى بين الزوجه والزوج بتعبه او هي لتعبها او تضحياتها، فالانسان بيشعر بالخذلان. ما في حد الا ومر بالشعور ده. لكن بيبقى فيه كأن في رجاء مبارك، انه لما بتشوف الامر بشوفه تانيه ويبتدي الله يدخل في المشهد، الامر بيختلف. طول ما انت مع نفسك وافكارك زي ما تلميذي وعمواس فضلوا في العبوسة والكآبة وسابوا أورشليم ونزلوا كأنهم انحدروا وراحوا لحتة بعيدة، محدش عارف في العبوسة وفي الكآبة دي كانوا رايحين فين، لكن بالتأكيد كانوا خلاص هنبعد، خلاص اللي كنا بنرجوه خلاص خاب رجاءنا فيه،
يلا كل واحد يشوف حاله. لكن لما قابلوا الرب يسوع حصلت حاجة تانية، وكأن النهاردة في رجاء لكل حد، ان يقول الكتاب كده اللي نظروا اليه واستناروا وجوههم لم تخجل، لم تخجل. قديس اغسطينوس ليه كلام جميل قوي في المعنى ده، بيقول لك الله ما كانش غايب في المشهد ده، كانوا عابسين، كانوا مكتئبين، كانوا كل رجاء ليهم في الرب يسوع كانه راح، وهو كان ماشي جنبيهم، بس هو ما كانش غايب، هو كان موجود، بس القلب هو اللي كان مقفول. لما اقترب ليهم ما كانش عندهم الايمان ولا الرغبه ان هم يشوفوا شوفه تانيه، لغايه ما ابتدى هو بكلامه بوجوده. الله كتير بيبعت لكل حد ابتدى يفقد رجائه وابتدى يخيب امله، بيبعت له حاجات كده عشان رجائه يرجع تاني، ويقول له ما تحطش كل رجائك في الناس، ما تحطش كل رجائك في بشر، ما تتوقعش كتير، مش عشان حاجه، عشان ما تحبطش، عشان ما تحبطش، عشان ما تتاخرش. طب اعمل ايه؟ استنى من مين؟ استنى مين يقول لي برافو؟ هو بيعرف يقول برافو حلو قوي. عشان كده يقول لك الرب يسوع كان هو الحياه ماشي معه، مع تلميذيه، مع مواس، الحياه كانت ماشيه، بس هم كانهم فيهم موت وفيهم فيهم احباط، فيهم كئيبه. عشان كده قلبهم ما كانش نابض، بطيئة القلوب في الايمان. عشان كده هيحصل دايما، ودي حاجه الواحد بجد اختبرها، اللي بينظر لله بيبتدي يرفع عينيه، بتحصل استنارة. يقول لك استنار وجوههم لم تخجل، نظروا إليه. لما بتبص فعلا للرب يسوع وتقول يا رب أنت اللي تعوضني، أنت اللي تكافئني، إلا أنت رب اللي تقدر اللي أنا بعمله، وابتدي أقول يا رب عوضني بطريقتك أنت، عمرك ما تشعر بالإحباط، لأنك هو عمره ما هيخذلك، لأنه أنا كيان مصمم أني غير قابل للإحباط لما أنا أبقى في يسوع المسيح. لكن طول ما أنا بحط أمالي في الناس وفي البشر وبنتظر منهم كتير، فعلا هلاقي في وقت أملي بيخيب. الرجاء ده علاج للإحباط، طوبى لمن إله يعقوب معينه ورجاؤه على الرب إلهه. طوبى، كتاب مقدس يقول كده، يا بخت اللي حاطط رجاؤه في الرب إلهه. قداسة البابا بيقول كلمة جميلة، بيقولك الله هو رجاء من ليس له رجاء، ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب، ميناء الذين في العاصف. جميل قوي، عزاء صغير القلوب. انا قلبي ضعيف، انا قلبي حساس، انا قلبي مش مستحمل، انا اتوجعت كتير، انا اتجرحت كتير. هو بيبقى المعزي، بيجي يبقى هو السند، بيجي يبقى هو اللي بيقف معايا في الوقت ده. بس انا شايفه انه صعب قوي ان انا ما بقاش بنتظر من الناس اللي حواليا لا تقدير ولا شكر ولا اي حاجه. يعني صعب قوي ان انا ابقى مثلا بشتغل وبرجع البيت وبوضب وبطبخ وبعمل، وبعدين ما استناش حتى، بلاش تقدير فظيع، بس يعني ما استناش حتى انه الولاد يقولوا لي الاكل حلو، او جوزي يقول لي تسلم ايدك، او يعني كل المجهود ده، وبس بس هبقى مستنيه ربنا يقول لي شكرا وخلاص. لا، هو بالتاكيد انا بروح لله على اساس ان هو ضامن، بقى هو الضامن اللي يجي ها يسند قلبي ويسندني كده، وبقاش صعبان عليا قوي ومحبطه قوي. لكن ده يساعدني اكتر ان انا ممكن ابتدي اتكلم، ابتدي اقول طب يا جماعه ايه، طب الاكل مش حلو، طب مش كذا، طب كده، ونتكلم مع بعض. والناس اللي هي مش مكترسه والناس اللي هي ردود افعالها محبطه، او بدل ما اتاثر قوي وبحسسه قوي وتعبانه قوي، ابتدي اخد قوه كده، احس ان هو كده قد ايه مقدرني، قد كده لما ابص له قد ايه انا بستنير، وقلبي بيطمن وبياخدني في حته تخليني ابقى مش يعني. كتاب مقدس يقول الرجاء، الرجاء المماطل يمرض القلب، والشهوه المتممه شجره حياه. لما الاقي حتى رجائي في حد والرجاء ده يخيب ويروح ويجي، الواحد قلبه بيمرض، قلبه بيتعب. عشان كده فعلا حد كان قال لك البشر دولت لما تحط رجائك فيه ده رجاء مماطل، ده اللي هو يمرض القلب. حاطط املي ان فلان ده يبقى سر سعادتي، لا، انا سر سعادتي مش هيبقى انسان، مش اللي هيفرحني قوي ان هو يقول لي، مش معنى كده ان انا العلاقات، لا، بس انا مش حاطط كل رجائي فيه. ايوه، بس في رجاء يعني طبعًا. يعني طبعًا. لازم طبعًا. يكون انا طبعًا. بتوقع طبعًا. ردود افعال من الناس، وكمان الناس تتوقع ردود فعل مني. لو ما لقيتش الردود دي
ها ممكن اتكلم، ممكن اتواصل معاهم، ممكن احكي ايه الاسباب، ممكن، بس قبليها ما بقاش موجوع ومحبط ويائس ومتاخد في نفسي قوي لدرجة ان افقد الشغف والاهتمام والعلاقات وابقى مش فارق معايا. يعني في مقولة كده يقول لك فلان ده مات في الـ30 ودفن في الـ60. في ناس لما اتصدمت بدري كأنها خلاص خلاص، كأني فقدت الحياة، كأني مبقاش ليها طعم، خلاص اتصدمت، واتصدمت في كذا، واتصدمت في علاقة، واتصدمت في ارتباط، واتصدمت في الأولاد، واتصدمت في، وأخواتي خدوا مني الميراث، اتصدمت اتصدمت، فتلاقي صدمات كتير كتير كتير، فتلاقي الواحد خلاص. الرجاء المماطل، الرجاء المماطل ده اللي ما تستنى من بشر إنهم يكفوا احتياجك اللي جوه، يمرض القلب. عشان كده كتاب مقدس سفر العبرانيين بيقول نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرسال النفس. مالها المرساة دي؟ مؤتمنة ثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب. هو ده الرجاء الحقيقي. بنيجي في وقت، والكتاب المقدس شبهها كأن الناس راكبة في مركب وماشية في بحر، والبحر دي أمواجه عالية والدنيا ظلمة وأمواج والأمل بيتناقص والموج عالي ويشيل ويحط فيا وأنا في نص البحر ومش عارف حاجة، وتلاقي إن لو في مراكبي ولا في حد ماسك الشراع خلاص بقى يرمي المجداف بتاعه وينزل ويبتدي الاستسلام، ويبتدي بقى اليأس، ويبتدي لغاية ما في اللحظة دي يبان إيه؟ نور الفنار. نور الفنار دي فرحة. ياه، يعني عرفنا فين؟ عرفنا الأرض فين؟ عرفنا المرسى رايحة فين؟ هنعرف نوجه القارب ونوجه المركب ناحية الميناء. لما بيظهر نور الفنار هو ده بالظبط الحقيقي. الرجاء، الرجاء اللي هو ايه بقى؟ مرساة النفس. كتاب مقدس اللي بيقول حط رجاءك في مرساة النفس، ان هو ده الوحيد المؤتمن وثابت. فالله بحط رجائي فيه، ان هو بعد كده يعوضني، يساعدني اقف على رجلي، يساعدني ازاي اتواجه مع الحاجات دي وازاي اتعامل معاها، ازاي ما بقاش موجوع ومحصور في نفسي ومكسور وفاقد الرجا ومش قادر اكمل تاني ومش قادر اعيش. بروح وبقول يا رب انت مرساة النفس. يعني مهما كانت، فعلا الانسان في وقت بيشعر بضياع، بيشعر بانه مرارة وخلاص بقى الدنيا تاهت منه والامور باظت، ياما ناش الاحساس ده. وكان بداية الفنار ان ابتدت ترفع عينها، الله بيبعت حاجات كتيرة تبتدي تخليني كده أقول يا رب أيوة أنت اللي هتسندني، أنت اللي هتخلي رجاء جديد يتولد جوه قلبي. القديس أغسطينوس يقول لك، القديس يوحنا ذاهب الفم يقول لك الرجاء ده بيحملنا للأمام. الإنسان لما حد بيخيب رجاءه بيتكسر جامد، مش كده؟ إحنا لازم في رجاء يحملنا للأمام، هو اللي يخلينا نعيش لبكرة. الله، بكرة انا عايز اعيش لولادي واشوفهم حلوين واشوفهم ناجحين، انا عايز اعيش عشان اسرتي تفرح وتبقى. الرجاء ده بياخدنا لقدام، مش كده؟ الاحباط شيء فظيع. فلما بيحصل الانسان بيبقى مرساة النفس دي ايه؟ يا رب انا هروح واترمي عليك انت وعندك انت، والاقي فيك رجاء حقيقي حي، مش بس في الحياة دي. يعني كتاب مقدس بيقول كمان في آية تانية بيقول لك إن لنا رجاء في المسيح فهذه الحياة فقط فنحن أشقى جميع الناس. يعني في ناس بيبقى ليها رجاء، يا رب اقف معانا وساعدنا وخلينا عشان الحياة دي فقط، فنحن أشقى جميع الناس. الرجاء الحقيقي فين؟ إن لك حياة أبدية، إن ليك النهاردة إله أتم ليك، يعني فتح لك باب السماء وتذكرة السماء بقت متاحة ليك وعطاك حياة أبدية، أخذ اللي لينا وعطانا اللي ليه، وده رجاء مبارك. بالرجاء ده نطهر أنفسنا ليه؟ عشان نجهز للأمور الباقية والحقيقية الآتية. كده حضرتك بقى انت شلتي عنينا من على انه احنا نبقى متوقعين امور هنا على الارض، لان احنا بقينا دلوقتي متوقعين امور كمان في السماء. ودي افضل جدا، بدل ما كل شويه اخيب رجائي في حد واتعب وافقد رجائي واتعب واروح واتمسك تاني وابقى كاني رجاء مماطل بيمرض القلب. الانسان فعلا محتاج حاجه يركن عليها، ما ينفعش الرجاء بتاعي حد ينتزعه بسهوله. مش كده؟ يسوع فعلا هو الشخص الوحيد، يسوع المسيح اللي بيقدم لنا الامتياز ده، لان هو مرساة النفس. نحن الذين التجأنا، حتى لو الرياح ليها زي ما هي. يعني ياما ناس، ودي انا شفتها بجد، حياتها لسه فيها رياح ولسه فيها عواصف، بس الفنار نوره واضح. انا عارف سكتي فين، انا عارف المرساة النفس بتاعتي فين، وده رجاء مبارك وحي جدا جدا.
احنا كده حضرتك بتنقلي بقى التوقعات من البشر لله. البشر بيتغيروا، البشر ممكن يغلطوا، البشر ممكن ما يدوش الواحد كل اللي هو عايزه، لكن الله هو الشخص الوحيد الثابت حقيقي. اللي هو المرساة الثابتة اللي الواحد لو حط توقعاته فيه ورجاءه فيه. احنا نقول الرجاء ده يعني توقعات، بالظبط، أماله فيه ورجاءه يعني بيقول فيه. كده بالرجاء نتوقع، بالإيمان نتوقع رجاء خير يعني. طبعا فدي هتبقى ثابتة، هتحل بقى المعضلة بتاعت إن أنا أحط رجائي في بشر وأحبط. عارف ليه حضرتك؟ عارف شانس، لانه بصراحه هقول لك حاجه، احنا كلنا غلابه قوي. احنا كلنا ما بنعرفش ندي بعض اللي احنا نتمناه من بعض. احنا كل واحد على قده ومحدود وقليل، وظروفه ممكن ما تساعدوش، وممكن الوقت، وممكن يعني فاهمه زي ام كده تحط كل رجائها في ولادها ويقفوا جنبي ويبقوا معايا وقت ما امرض وقت ما اكبر، وبعد شويه تلاقي الاولاد دولت لاجل اي حاجه سافروا وبعدوا لمستقبلهم لحياتهم ها، فانا اللي حطيت رجائي فيه راح فين؟ ويبقى صعبان عليها وعيني مكسورة. ولادي يعني ياما أمهات أنا شفت من خلال وجودي في وقت معاهم إن ممكن الله بيقف معاهم وقفات حلوة قوي، لكن في أمهات تفضل تعبانة وصعبان عليها لأن ولادي كان المفروض هم اللي يبقوا موجودين، أصل المفروض فلان هو اللي كان لازم يعمل. أي طب ما ربنا قدر يعني وقف معاكي وحصل الأمور مشيت وعدت وشفتي قد إيه إيد الله عظيمة معاكي ومعونة جت، لكن بيبقى صعبان عليهم. اصل انا مستنيه، مش كده الكتاب لما بيقول نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجو، من اجل ذلك ارجو. طيب انا دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي هنقل رجائي من الناس لربنا، بس انا ساعات بتوقع انه ربنا هيكون مثلا بيحل لي الموضوع ده هو بطريقه معينه، او انا عندي ناس مضايقني فانا بروح لربنا ومتوقع ان ربنا هينزل عليهم حاجه فالناس دي مش هتضايقني تاني. فانا بتوقع ساعات حاجات وبيبقى رجائي اهو في الله وما بتحصلش فبرضه باحبط. فعايز اسمع اجابه حضرتك بعد الفاصل. اوكي اعزائنا المشاهدين تعالوا نسمع ترنيمه ونكمل حوارنا مع المهندسه ماركو.
أعزائنا المشاهدين، رجعنا بعد ما سمعنا الترنيمة وبنكمل حلقتنا مع المهندسة ماركو، منتظرين أسئلتكم ومشاركاتكم على أرقام التليفونات اللي موجودة أمام حضراتكم، متواصلين معاكم على الواتساب والفايبر لنفس الأرقام، كمان على صفحة قناة الحرية فيسبوك. قبل ما نخرج فاصل، قلت لحضرتك إن إحنا أحيانا كتير بننقل رجائنا من البني آدمين وبنحطه في ربنا، بس أحيانا لما بننقل الرجاء ده وبنطلب من ربنا طلبات بنتوقع إنه هيكون بيحققها لنا وما بتتحققش، بنصاب برضو بالإحباط. دي حقيقة فعلا، دي حقيقة، لأنه بس البداية عايزين نقول أنت لما بتحط رجاءك في الناس ممكن رجاءك يخيب بسهولة، زي ما قلنا ما في حد فينا إلا ورجاءه خاب بسبب أمور كتير احبطنا فيها من ناس قريبين. بنتظر الله يعملها وبقى عندي التوقعات من نفسي، بس الله امين انه انا لما ببقى في علاقه بيني وبين الله وبقول يا رب استلم القلب والحياه وخليني يا رب احط عيني عليك وتديني استناره عشان اشوف الامور يا رب من عينيك، الامور بتختلف، لاني بلاقي ان في حاجات رب انا عايزه كذا انت اعمله لي، بقى الناس احبطتني يبقى انت اعمله لي. ساعات بتبقى في حاجات انا محتاج اشوفها بشكل افضل واوسع وابتدي انتبه هو الامور جت منين. يعني في الاول انا عايزه احط توقعاتي وامنياتي ورجائي في مكان امن، عايزين نتفق على دي الاول. الذين نظروا اليه استناروا ووجوههم لم تخجل، يعني عمره ما خذلهم. الشعور بالخذلان شعور قاسي جدا، لما بروح لله بعرف اني دايما مقبول ودايما مطلوب ودايما مترحب بيا، وده رجاء غالي جدا لما بيبقى في الحياه بيعوضني عن اي خذلان بلاقيه من حد تاني، ودي البدايه لازم ابني عليها. لان انا لو هبني على انسان او هبني على حاجه نفسي فيها تحصل مش دايما بيبقى هو ده القلب من جوه محتاجه. انا هحكي اختبار كانت لخادمه بتقول انا دايما طول عمري بحب اخدم امي وحب اخدمها دايما، بس ماما دايما كانت بتشتكي انتوا ليه سايبيني وانا لوحدي، رغم ان هي كانت في بيتها وقاعده وكويسه وصحتها كويسه، لكن كنت انا دايما اقول لها ماما نشكر الله انت قاعده انت احسن من غيرك، صحتك كويسه، انت ما فيش حاجه ناقصاكي كل حاجه موجوده، لكن ده انا خدمتكم طول عمري انا كده ليه، انا ليه ظروفي، انا بقى لوحدي، انا عارفه الاحساس ان ايه، يعني انا مش متمني اللي انا عايشه ده، انا محبط ان انا عايش الحياه دي لوحدي وكده. والحياه كتير من الكبار في السن ما كانوش بيبقوا عاملين حساب الوقت ده، فتلاقي الوقت ده بيبقى صعب وكأن في ملامه وفي وفي وفي. الخادمه بتقول كنت دايما اقول لها ماما نشكر الله احنا ظروفنا افضل وانت مش ناقصك حاجه واي وقت انا معاكي، واي لغايه ما جت في يوم قالت لي بتكلمني بتقولي انا امبارح كنت تعبانه جدا بس ما تعرفيش ايه اللي حصل، انا انت كنت دايما بتقولي لي ما تصدقي ان ربنا موجود وحطي رجائك فيه هو دايما هيبقى معاكي وهيرسل لك معونه، انا مش ده اقدر ابقى معاكي 24 ساعه. تقول فعلا تعبت قوي بالليل، وقالت لها طب ليه ما اتصلتيش؟ قالت ما كنت كان الليل قوي وانتوا اكيد نايمين ومش عايزه ازعجكم. طب حصل ايه؟ الصوره بتاعته، رحت قلت له بابا يسوع انت موجود وانت حي وانا تعبانه قوي وانا مش قادره انام، انا منزعجه جدا افكار وكده وعايزه حد يبقى معايا. بتقول بصيت لقيت شويه الالم اللي كنت شعره بيه ابتدى يخف 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 ورحت في النوم بسهوله جدا. كنت الاول مره اختبر ازاي هو يبقى معايا بدل ما ادخل فكره فين ولادي وفين ومش موجودين ليه والاحباط ده. بتقول من الوقت ده ابتديت اشعر ان في حد اقدر احط رجائي فيه واتكل عليه ويسمعني. ده بالنسبه للام كان خبره جديده كانت فرحانه بيها، لان بنتي ممكن ما تبقاش معايا على طول، ولادي ما يبقوش حواليا على طول، الناس اللي انا كنت منتظره ان يكونوا جنبي ويساعدوني او مركنه عليهم وحاطه رجائي فيهم او هم اللي يقفوا معايا في الموقف مش موجودين، لكن في الله. ودي كانت خبره الام دي غاليه قوي، ودي خلت علاقتها مع الله تبقى افضل وافضل وافضل. الله بيشجعنا، ان القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ان الرجاء بيحملنا الى الامام. الرجاء هو امل اعتمدته السماء. يعني ايه؟ يعني اي امل جوانا ورغبة وحاجة كده بنتمناها ونأمل فيها لما تبقى السماء موافقة عليها بيبقى هو ده الرجاء، وده رجاء مبارك. لا يعني ازاي ابقى عارفة انه السماء موافقة، او الجملة اللي حضرتك قلتيها انه الرجاء امل اعتمدته السماء، اني ازاي هعرف اعتماد يعني السماء؟ كنا عايزين نعرف بس الفرق ما بين الامل او الامنية والرجاء.
ما هي في الجملة دي، لما يكون الأمل بتاعي جات السماء كأنها قالت لي أوكي، بوعد إلهي، بكلمة من الله، بحاجة كده نورت جوه قلبي وشعرت إن الله بيكلمني فيها بوضوح، ده بيبقى رجاء مبارك، يبتدي قلبي يتعلق بيه وأتمسك بيه. ده كده مش أمل، ده بقى رجاء اعتمدته السماء، بقى رجاء. بقى رجاء زي اللي حصل مع أبونا إبراهيم وهنتكلم عنه، إنه على خلاف الرجاء آمن على الرجاء، بقت في حاجة، في كلمة، أنا هجيب من سارة هيكون ليك نسلة، أنا هوعدك إن أنا مش هسيبك في أي وقت مهما حصل، في كل الظروف أنا جنبك ومعاكي، أنا هكون معين، أنا هأرسل لك عونا في حينه. في ناس كده خدت الكلمات دي وجت لأنها كلمات حية وحقيقية وراها إله عظيم عنده قدرة، بس وقعت في قلب فعلا مشتاق وفي أرض جيدة، ففعلا أثمرت، والناس دي عاشت بالرجاء الحي ده. أنا من أكبر المواقف اللي نفسي نحكي فيها إزاي إنه حد من رجال الله العظماء كان إليا، وده يمكن السؤال اللي حضرتك قلتيه، إزاي الواحد يحبط ويبقى منتظر إن الله يعمل حاجة ها وما تحصلش. إليا في وقت حصل كده إن الله استخدمه في مواقف عظيمة جدا جدا جدا، بعد معركة رائعة مع 450 من أنبياء البعل، كانوا دولت ناس بيعبدوا البعل والسواري هو وقف لوحده أمامهم وانتصر عليهم، وحتى كان ليه كلمة قوية وجريئة، ماذا تعرجون بين الفرقتين، إن كان الله هو الله فاعبدوه، إن كان البعل فاعبدوه. وابتدى جاب ذبيحة ورشها بالمية وقال لهم الإله الذي يجيب بنار هو ده الإله الحقيقي، والله استجاب ونزلت نار وأكلت إيه بقى الذبيحة كلها، فبقى الله هو الله والناس كلها هتفت، وبعد كده خلاص قضوا على أنبياء البعل، فكانت انتصار عظيم، وكأن الشعب كله خلص من عبادة البعل والأمور الوحشة والأمور الشريرة دي، وده عمل نهضة كبيرة، نزلت نار وأكلت الذبيحة وقضى عليهم، وبعد كده صلى إن يجي مطر، بعد ده بفترة صلى إن يجي مطر، كانت قديلها 3 سنين ونص مفيش مطر والأرض ناشفة، نزل المطر وبسرعة بعت يبشر أخاب اللي هو الملك. هو كان منتظر بعد كل النجاحات دي والأمور هو دلوقتي العظيمة في مرحلة انتصار، يعني المفروض جدا نشوة الانتصار كلها جدا موجودة. جدا، والخير رجع والمطر جاي وشبع وإنقاذ، بقى له وهو مكانة بين الناس والناس يعني. بالظبط بالظبط كان بقى يعني عمل تحريم للخطية في أنبياء البعل، وأمر عظيم نزل من السماء وأمطار غزيرة، أقل حاجة إن الملك والملكة ها يبتدوا بقى يعملوا له حفلة تكريم، يبعتوا له جواب شكر، يعملوا له اي حاجه، يبتدوا بقى يستقبلوه استقبال الابطال، آه برافو انت عملت حاجات عظيمه. للاسف ارسلت ايزابل رساله تهديد انه بغدا هتقتل بعد كل بعد الانتصارات كل دي. العمل ده، حد زي ايليا ده يشعر بايه؟ بعد انتصارات عظيمه، بعد وقت مجيد، بعد نهضه كبيره، بعد ما قضى على حاجات كتيره كانت ضد عمل الله، امور عظيمه جدا، وكأن الشعب كمان خذله لأن ولا حد من الشعب عمل حاجة معاه، فكان شعور لازم بالخذلان يحبط. جدا، محبط جدا، حزن وأحبط، يقول لك مضى إلى نفسه وطلب الموت لنفسه، يقول لك لما رأى ذلك قام ومضى، ده هو إيليا، لأجل نفسه وطلب الموت لنفسه. من ضمن علامات الإحباط الشديد الإنسان بيجي في وقت يقول لك يا رب يعني خدني مش عايز أعيش تاني، الناس زهقت من بتوصل الدنيا دي. ايوه زهقت بقى، مفيش تقدير، مفيش عرفان بالجميل، مفيش اتخدع، اتغدر بيه، اتخان من حد، وده كله بيعمل احباط شديد قوي، بتبقى في امور كتير صعبه، عايزه اموت يا رب خد نفسي لاني لست خير من ابائي. الشعور بالخذلان ده كان شيء صعب جدا، وقال كلمه بقى بقيت انا وحدي. بيجي في وقت المشاعر دي بتبقى ايه، ليه انا اللي يحصل لي كده؟ ليه أنا الوحيدة اللي ظروفي كده؟ ليه أنا الوحيدة اللي في وسط عيلتي وسط قرايبي بيكون معايا كده؟ عارفين الإحساس ده؟ آه وممكن يبقى حاسس هو ليه ربنا سابني وخلى بالظبط؟ إيزابل آه يعني آه تبعت لي تهديد، والناس الشريرة دي وأنا تقوى أساسا عليا. خدمت ربنا وعملت بالظبط. حاجات حلوة لربنا، آه إيه وهو رأيك في ده اللي أنا الموقف؟ بقوله لحضرتك، إيه إنه رأيك؟ أحيانا أيوة أيوه بنبقى في طلبات وبنصلي وببقى مصدقة قوي إنه ربنا هيعملها لي وما بتحصلش، فبصاب بالإحباط. اه ايه رايك في مواقف ايليا؟ صعب جدا موقف صعب فعلا، لما شفناه كده بقى وعملنا زوم على المواقف، المواقف صعب، بس الله دايما طبعا كان جواه بقى مشاعر وبعد وراح في حته بعيده، لكن الله جاله وقال له ايه
لماذا أنت هنا؟ قال له يا رب قتلوا أنبياءك، هدموا مذابحك، وقضوا على كل بلادك، وبقيت أنا لوحدي وهم يطلبون نفسي، يعني كمان أنا الوحيد اللي باقي وعايزني، لأن إيزابل بعتت بتهديد إنها تقتل. يا رب خد نفسي لأن لست خير من آبائي. وكأن إبليس جاي في الوقت ده هيسرق كل رجاء منه، ها، وكل خدمته العظيمة دي في لحظة كأنها بقت صفر، وكل النجاحات العظيمة دي. ده وقت بيبقى وقت صعب جدا، ياما ناس في خدماتهم وربنا استخدمهم وباركهم، وفي لحظة مفيش تقدير ومفيش عرفان ومفيش، فاهم، لحظة تبقى قاسية جدا. الله جه في الوقت ده، دايما الله دايما عنده ازاي بيخلينا نشوف شوفة تانية عشان نكمل ونستمر. هو وحده اللي يقدر يعمل كده، مش الناس. الناس لأنكم كل الشعب كمل، الناس يحيى الملك، مات الملك، انت عارف الناس يعني ما وقفوش جنب ايليا، ما حدش جه قدره، ما جيش حد، كله خاف وبعد وجري. فشعوره بالخذلان فظيع. مين اللي جه في الموقف ده؟ الله جه عطاله رؤية مشجعة لنفس الواقع المحبط اللي هو كان شايفه. الله بيجي، ها، ويتعامل مع ولاده ويقول لهم بص انت شايفها شوفة مش مظبوطة، انا هوريك شوفة تانية، تعالى شوف الحقيقة. الله عنده الحقيقة. قال له انا ابقيت، ها، في شعب الله 7000 ركبة لم تكثر بعد. هو قبليه كان بيقول له ايه؟ بقيت انا بقيت وحدي لوحدي. وكمان عايزين يقتلوني. انت في 7000 واحد غيرك عايش وموجود ولم يكثر لبعض، ناس ماشيين باستقامه وناس حقيقيه، يعني خدمتك ناجحه، يعني انت كان ليك عمل عظيم وده الثمر بتاعه، انت عملت حاجات عظيمه. الرؤيه دي الله يبعتها، الاقي نفسي بسمع خدمه، بتقابل مع حد، بقعد في مشوره، لان ممكن اقعد مع حد يساعدني في موقف صعب والاقيه بيخليني اشوف شوفه تانية واحسبها حسبه تانية واحط اولويات جديده، ويخليني اشوف الواقع اللي انا فيه ده بس برؤيه جديده حلوه. يا ده في ثمر. ايوه ده كمان بعت له حد كان عبيديا النبي بيقول له الم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت ايزابل، جت ايزابل الشريره دي كانت مرات اخاب، قتلت انبياء للرب، لكن هو خبأ 100 واحد منهم 50 50 وكان بيعولهم بخبز وماء. يعني في 100 واحد كانوا برضه، جه النبي ده قال له ده في 100 واحد. قد كده امثله للتشجيع. لا يا ايليا انت لست وحدك، خدمتك ناجحه وفي ناس 7000 ركبه. يا ممكن الله يبعت لي كلمات تشجيع، يبعت لي خدمه، يبعت لي حد يعزيني ويشجعني، يبعت موقف كده الهي الاقي باب اتفتح، الاقي امور جديده جت لحياتي، لان ابونا ده اله كل تعزيه واله كل تشجيع، مش هيسيب حد في الاحباط. بس تكون بتقول يا رب انا ماليش غيرك، لانك انت الوحيد اللي تقدر تشيل كده. في حاجه من الحاجات اللي بتخلي الاحباط كتير يبقى في حياتنا، اشاعه المذمه. الكتاب المقدس بيتكلم عن في شعب الله في العهد القديم، يقول لما شعب الله جه في وقت صدق كلام سلبي قوي ومليان مخاوف ونسي كل وقفه الله معاه، تلاقوا ناس كده تيجي في وقت، مثلا انا شفت حد جاله مرض وابتدى طول الوقت المرض ده هيحصل فيه كذا ويحصل كذا، وبيفكر في المرض وهيحصل له ايه، من كتر ما الافكار السوداء دي جت خلاص مش عايز يتحرك، مش عايز يروح يتعالج، مش عايز يشوف حد، وقفل على نفسه كأنه فقد الرؤية، فقد الحياة. دي حاجة بجد شفتها عن قرب، فكان شيء صعب جدا الواحد كده يفقد رجائه ويخيب رجائه في كل حاجة، حتى مش عايز طب، مش عايز يروح، مش عايز يجي. ده حد ابتدى يفكر كتير في الامور السلبيه، وبدل ما يشوف شوفه تانيه فضل في الرؤيه دي. وهنا الكتاب بيقول الشخص ده كانه فقد رؤيه كالب. مين كالب؟ موسى في العهد القديم وقت شعب الله ما خرج من ارض مصر ورايحين ارض الموعد، بعت 12، ها، يشوفوا الارض الجديده، كان بيقولوا انها ارض تفيض لبن وعسل وارض عظيمه وارض جميله. فودى 12 رسول يروحوا هناك يشوفوا الارض دي. بيقول انه لما راحوا شافوها قالوها فعلا ارض تفيض لبن وعسل وارض عظيمه جدا، بس رجع 10 منهم قالوا رؤيه محبطه جدا واشاعوا مذمه. ايه بقى قالوا ايه؟ ان احنا هناك لما شفنا الناس اللي في الارض دي لقيناهم طوال وعراض، وكنا احنا في عينيهم زي الجراد، وهم احنا في عينيهم زي الجراد، وكنا احنا في عينين نفسنا زي الجراد، كنا ولا حاجه، عارف زي ما حد يشوف نفسه نملة كده قدام حد عملاق. فقالوا لا 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 لا، ده شعب، هم قالوا كده، غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز والمدن حصينة وقد رأينا بني عناق.
لكن جه واحد في الشعب كان اسمه كالب، دي رؤية كالب، يقول لك ولكن كالب أنصت الشعب إلى موسى وقال إننا نصعد ونمتلكها، ها، لأننا قادرون عليها. بس هما ال10 لما راحوا قالوا ما كانوش بيقولوا كلام قالوا من حقائق، الخيال، لا ده قالوا كان حقائق حقيقة. بالظبط. ما هي دي طيب بقى هو الحكاية. بقى كالب جاب منين الرؤية اللي شافها؟ قال برافو، قال إن سر بنا الرب نصعد ونمتلك أننا قادرون عليها، الله وعدنا بالأرض دي. مش كده في رؤية تانية؟ وكالب ويشوع اللي هم شافوا رؤية غير بقية الأسباط، بقية ال10 هم دول اللي دخلوا الأرض، واللي شافوا إنها أرض صعب إن ندخلها، ها، دولت اللي ماتوا كلهم وما دخلوش الأرض. ساعات أنا لما يبقى عندي رؤية حقيقية مبنية على كلمة الله وعلى كلام حقيقي من السماء، ده اللي بيخليني أعدي الإحباط. لكن لو قعدت في المذمة، إشاعة المذمة، لأنه بيقول لك أشاعوا مذمة الأرض، الأرض التي مررنا فيها هي أرض تأكل سكانها وجميع الشعب الذي رأينا فيها إناث طوال القامة، لما رجعوا قالوا الكلام ده يقول لك كل الشعب بكوا وصرخوا وحزنوا. فالشعب إيه؟ خلاص ما بقاش فيه قدرة إن أنا أقف ولا أروح. زي ما قلت، حد عنده مرض يقعد يسمع أخبار المرض وتفاصيل المرض ويشعر بكآبة شديدة ومفيش أمل في النجاة. لكن لو بص وقال لك الله، طب ما هو يجي كده مرة يفتح كتاب مقدس ويقول لك كان يشفي جميع، كان يشفي المرضى وجميع المتسلط عليهم إبليس، يسوع كان دايما بيصنع خير، أنا هو الرب شفيكم. لو أنا بقت الرؤية دي في قلبي، مش ممكن يبقى في رجاء في قلبي إن الله يشفيني؟ الله يفتح ابواب، الله ممكن يخليني اروح لحد ويبتدي الله يتبع على ايده الشفاء، ابتدي اتوجه لحد. كتير الناس بتقيس الامور بشكل سلبي. احنا دلوقتي في اوقات صعبه، ناس كتير بتقول كلام سلبي، في حروب، في مجاعات، في ناس صعبه، في ناس احوالها صعبه، في ناس احوالها بتتغير في لحظه. لو الناس قعدت تتامل في الحاجات اللي بترعبهم بتخوفهم ليل نهار، دولت اكتر ناس هيشيعوا مذمه وهيصابوا بالاحباط، وده كمان هيسلبهم ايمانهم. فالامور الايجابيه الحلوه الله عايز يوعدهم بيها ويحركهم فيها مش هيروحوا لها. عشان كده حاله الاحباط الشديده دي خلت الشعب، حصل حاجه عجيبه قوي، نسيوا كل تعاملات الله العجيبه معاهم لما كانوا فين؟ في ارض مصر. انتوا ناسيين ارض مصر الله عمل معاكم ايه؟ نسينا. نسيتوا في البريه ازاي عالكم؟ ها؟ وقت طويل قوي، ازاي طلع لكم ميه من الصخر؟ ازاي كان هدومكم ما بتبلاش؟ ازاي احذيتكم؟ ازاي وقف معاكم؟ ازاي شفاكم؟ ازاي الحيه النحاسيه علشان كل اللي حد كان عنده تعب كان ينظر اليها ويبرأ؟ كل ده نسيتوه؟ اه نسيناه. افتكرنا بس ان احنا هندخل لارض، الارض دي بتاكل سكانها، الناس دي صعبين جدا مش قادرين عليهم، يا ريتنا كنا قعدنا في ارض العبوديه وموتنا هناك. والانسان يلاقي نفسه عايز يرجع لورا قوي، يرجع للياس وللاحباط والحياه القديمه، ويبقى عابس زي ما كان تلميذي عمواس عابسين كده، كل واحد هيروح لحاله. الشعب حصل كده للاسف. الاتنين اللي دخلوا هما كالب ويشوع، وبقيه الشعب للاسف ما دخلش. عشان أيوة. كده بس معنى اتفضل. كده ان الواحد ما يبقاش باصص للواقع، ما هو ده واقع حوالينا. طب انا هستفيد ايه لما مشاكلي اقعد اعيد وازيد في الكلام السلبي؟ ايوه ارتعب بس اكتر؟ مشاكلي دي ما انا لازم اشوفها واشوف الواقع اللي حواليا عشان احاول احلها. فقط حتى لو بصيت هلاقي بقى لربنا، حد بيرمي كلام سلبي في وداني، افكار سودة، افكار وحشة، افكار خوف، والخوف بيقتات على الخوف. اسمع طول النهار ناس تقعد تبقى فاتحه التلفزيون طول الوقت في اخبار الحرب واخبار اللي حصل واخبار، ويقولوا كلام وهيحصل وبعد شويه، والفلوس مش عارفه هيجرى لها ايه، ومش هنلاقي حاجات، والمحلات هتبقى فاضيه، وهنبقى في اقتصاد حرب، وهيحصل واحتمال، وليل نهار في الافكار دي هيجرى لي ايه. ايوه بس هو هل معنى كده ان انا انقطع عن ان انا اعرف اخبار الدنيا او انقطع عن الواقع؟ لا اعرف، بس فقط، بس فيش اخبار تانية تيجي من السماء؟ فيش اخبار تانية تيجي من حتة تانية؟ الكتاب المقدس بيعلمنا الناس اللي قالت كده نصعد ونمتلكها اننا قادرون عليها، الله هيصعدنا الارض دي وهينجحنا ويدخلنا، الله يقدر يعمل كده. عشان كده الكتاب المقدس يقول عن ابونا ابراهيم، فهو على خلاف الرجاء، في رسالة روميا 4 يقول لك فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. هو كان على خلاف الرجاء، كان الواقع محبط، ايوه، ها، كان خلاص. هو حتى ابراهيم فقد انه يقدر يجيب نسل، وصار اصلا قد عاقر، فهو على خلاف الرجاء
آمن على الرجاء. حصل إيه؟ الحياة اتبدلت. عشان كده إحنا في رجاء حي، ودايما الله عنده خطة بديلة، ودايما الله عنده جديد، ودايما الله عنده أحسن كتير من كل واقع بائس فقير مظلم بنفكر فيه. إبليس دايما عايز ياخدنا في حتة ضيقة قوي ويزنق علينا عشان نفضل يائسين ومحبطين. في حد تاني بيرفع عينيه ويبتدي الله يبعت له حاجات تشجعه. آمن. إبراهيم ما آمنش من نفسه، لكن الله جه كلمه قال له من سارة هيكون ليك نسل. ها، عشان كده بيقول حتى سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل لما جت صدقت. سارة نفسها ابتدت تفكيرها يتغير، لأن في وقت ضحكت لما قال له لسارة هيكون لك نسل، ضحكت قالت له إزاي؟ أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شيخ؟ جت في وقت قالت مش هينفع، الظروف بتقول كده والواقع كده لكن يجي الله في وقت يغير والقلوب تتغير. عايزة أقول حاجة من الحاجات اللي أنا بتفرق معايا، قريتها كده، بيقول لك بولس الرسول جه في حتة قال الذين، جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الجميع تركوني. بعد ما الراجل بولس الرسول العملاق ده قد ايه خدم وقد ايه تعب وقد ايه حب الناس وقد ايه كان بيهتم بيهم، جميع الذين في آسيا ارتد عني، لكن يكمل لكن الرب قواني. تخيلوا لو بولس الرسول بكل الخير اللي مبعوث من خلال هذا الشخص العظيم، الرسائل بتاعته، رحلاته، التبشير بتاعه، لو جه في وقت كان احبط كان حصل ايه؟ ايه رأيك يا فندم؟ ما كانش هيبقى فيه التبشير ده كله المجد اللي احنا دايرينه والكرازة اللي انتشرت في والعظيمة العالم دي كله. كلها يعني هو بالظبط لو كان اتكسر كان رسول بسرعة. الأمم زي ما بيقولوا. وفعلا الكروز العملاق، الكروز العملاق ده، ها، اللي كتب رسائل قد كده وإعلانات وكلمات مجيدة ومباركة وتبشير وليل نهار، لو كان مع كل موقف يحبط يقول لك جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، يعني عايز بخلاص بقى أطلب موت يا رب خد نفسي بقى لأن موتي أفضل من حياتي، ما عملش كده، فضل الإناء المبارك ده مكمل. بيقول لك لكن الرب قواني، في قوة، في معونة، في سندة، في إله يقدر يعدي بيا أصعب الأوقات. عشان كده الإحباط ممكن يجي لو مفيش خطة بديلة. مفيش بمعنى خطة ايه؟ بديلة؟ مفيش خطة بديلة، حد كده شاف حياته خلصت كده، هو تفتكر يحصل ايه بعد ما حصل كده؟ ده نصيبي. نصيب كان وحش قوي وسيء قوي، هو ده الشخص اللي اتجوزته، هو ده الحياة اللي أنا عايشها وخلاص. مفيش كست رجاء أو بقى راجل. خلاص، نعم؟ مفيش رجاء مفيش خلاص، رجاء خلاص، ايه اللي هيحصل؟ النهاية وصلت. نهاية. ايوه، ما هو ده لانه بيقعد سنين طويلة على نفس الحالة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا الله دايما الله عنده خطة بديلة مباركة حلوة عظيمة. الكتاب المقدس لما يتكلم عن رعوس، ها، سفر رعوس، حماتها اللي هي نعمي جم في وقت اتغربوا وراحت لأرض مؤاب عشان كان في مجاعة في وسط شعب الله، فراحت اتغربت في بلد غريبة بعيدة، وولادها هناك الاتنين ماتوا، كان عندها ولدين وجوزها مات، فجت بقى هترجع خلاص، هي عايزة ترجع بقى لأنه خلاص، وكانت مرت النفس وكانت كئيبة. الحاجة الوحيدة الحلوة اللي عملتها إنها لما سمعت إن خلاص مفيش مجاعة، ها، في بيت لحم اللي هو اسمه بيت الخبز، قال لك هرجع. طيب هل في أي رجاء أو أمل إن يحصل حاجة لحياة الست دي؟ فقدت خلاص كل حاجة، كل فقدت حاجة. الزوج والأولاد، والكنتين قالت لهم كل واحدة تروح بيتها وتروح لعيلتها أو لشعبها، لأن أنا خلاص مفيش أي رجاء مني، ولا عندي ولد ولا اي حاجه خلاص، وهرجع وهرجع بقى، وانا اتغربت ويمكن اهل بلدي ما استقبلونيش الاستقبال الحلو ان انا اتغربت في بلد غريبه وقعدت فيها كتير، فيعني ما كانتش متوقعه اي حاجه. رعوس العجيبه دي قالت لها مش وراكي، انت الهك اله عجيب، الهك اله ما شفتش زيه. هي اتاثرت بحماتها، انا عايزه امشي ورا الاله. حتى حماتها قالت لها طب انت هتيجي بتعملي ايه؟ ده انت غريبه وممكن تترفضي، تعرفين دي مؤابيه ممكن كانوا يرفضوها، لكن هي عايزة تتبع إله. إنسانة قصتها عجيبة تحيي الرجاء في أي حد فينا. رجعت معاهم، عارفين بقية القصة، واتجوزت شخص عظيم اسمه بوعز، وكانت هي تعتبر جد داود، وجي منها جه نسل رب المجد يسوع. قد إيه قصة كانت بلا رجاء بلا معنى بلا أي حاجة، كانت دايما الله عنده خطة بديلة. نفسي اقول لكل حد كانه فقد رجاءه وخاب امله وحس كده بكسره وحس كده رب الايام عدت والعمر عدى والدنيا ما كانتش زي ما انا متوقع، مشيت في عكس كل اللي كنت اتمناه، النهارده في وقت وفي زمن لوقت جديد ولخطه جديده. نفسي نصدق لواقع جديد
الله يقدر يشفيني من إحباطات، يشفيني من جروح، يشفيني من ألمات، يشفيني من حاجات مشيت عكس ما كنت أتمنى، ويوجد لي خطة بديلة مفرحة لحياتي، مشبعة لحياتي، مجيدة لحياتي، ويبقى ليها أثر كمان جميل. من الحاجات اللي أنا ببارك الله جدا ليها، إنه كان قداسة البابا كاتب حاجة، إنه إن كنت أنت لا تستطيع فإن الله يستطيع. ساعات الواحد لما بيحبط بيحس إن أنا مش قادر تاني، بس الله يقدر، وأنا بحط رجائي فيه، يقدر فيا يقومني تاني. عشان كده فعلا أكبر حرب حاربنا بيها الشيطان هي قطع الرجاء، إن رجائي يخيب. قداسة البابا بيكمل بيقول: كل مشكلة تبدو معقدة أمامنا لها عند الله حلول كتيرة، وكل باب مغلق له في يد الله مفتاح، بل مفاتيح عديدة، لأنه هو الذي يفتح ولا أحد يغلق. رسالة جميلة معبرة كان كاتبها في كتاب الرجاء، إنه الرجاء ده شيء مهم جدا. الرجاء شيء مهم أوي، بيمنع الخوف من حياتي، القلق من حياتي، الاضطراب من حياتي، يخليني مطمئن، بل أقدر أقول فرحين في الرجاء. عندي رجاء حي أبدي، وعندي رجاء إن ألاء الله يكون معايا في سكتي، هو الطريق والحق والحي، يمسك بإيدي ويمشي معايا يوم بعد يوم. في حد كان بيقول يوسف لما كان في السجن وكان مرمي في أرض مصر وكان في البهدلة اللي هو فيها قاعد فيها وقت كتير قوي، كان دايما الله معاه وفي معونة بيرسلها في حينه. يمكن المعنى شافه في الآخر إنه بقى إيه أعظم واحد بعد كده، الرجل الثاني في أرض مصر. لكن قبل ما يجي المعنى الكبير للحياة، كان طول الوقت شايف الله معاه وفي معونة وفي سندة، يكون كان الرب مع يوسف فكان ناجحا، رغم إن الظروف ما كانتش أحسن حاجة، كان عبد وكان لسه الامور صعبه وكانت لسه الناس بتضطهده والناس، لكن معيه الله دي اقوى رجاء ممكن الانسان يعيش فيه. عايزه اقول حاجه، انا عارفه الوقت، بس كنت نفسي اقول انه هقول حاجه وهرجع. كان الشخص اللي هو الغني الغبي ده في لوقا 12 بيقول، قال كده لنفسه، والمثل ده كان لينا كلنا عشان نتعلم منه. هو شخص ده كان ناجح والارض بتاعته اثمرت، فالثمر كان كتير والمخازن بتاعته كانت ضاقت قوي، فقال لك انا اهدمها وابني اعظم منها واجمع هناك غلاتي وخيراتي، واقول لنفسي ايه بقى؟ يا نفسي لك خيرات كثيره موضوعه لسنين كثيره، استريحي وكلي واشربي وافرحي. ده راجل حاطط كل رجائه فين؟ في الفلوس، في فلوس وفي خير، هو ناجح، هو راجل ناجح. لكن كتاب المقدس يقول: فقال الله: الله يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منها، فهذه التي أعددتها لمن تكون. ساعات الإنسان يكون حاطط كل رجاءه وكل همه في اللي عندي، في فلوسي، أنا معايا فلوس كتير، أنا ناجح، أنا ولادي، وفجأة كل الأحوال بتتغير. تحطش رجاءك في حاجة تخيب. الرجاء الثابت والباقي، ما ينفعش تحط رجاءك إلا في الثابت والباقي واللي مكمل. يعني حضرتك النهاردة عايزة تقولي لصاحبة المشكلة بتاعتنا النهاردة، للأم الجميلة دي، إنه تحط رجائها في ربنا وإنه هيوجد لها حلول. تحط، ترفع عينيها فوق بدل ما تبقى عيني من إحباط لإحباط، ترفع عينيها وأكيد الله يبعت لها حد يساعدها، يقف جنبيها، مشورة، تسمع عظات، يبقى حد معاها، حد يتكلم معاها، ترفع التليفون تحكي معاه ويشوفها شوفة تانية للواقع اللي فيه. لأن أكيد وجود بيبي شيء رائع، وجود أسرة حلوة شيء رائع، وجود زوج حلو شيء رائع. ساعات الواحد بيروح في حتة كده ضيقة قوي وينحصر فيها، فيفضل متأذي ومتألم وخلاص. على فكرة الشخص اللي هو قال لك أبني أعظم منها، في قصة بتتكلم عن ملياردير كان اسمه ريتشارد فوكس، اللي هو مات جعان داخل الخزينة الذهب بتاعت العملاقة. القصة دي قديمة بس حقيقية. بيقولك الملياردير ده دخل الخزينة الذهب بتاعته عشان يضيف ليها بعض المشغولات الذهبية، ونسي مفتاح الخزينة في الباب من بره. داخل بقى مشغول وخلاص، بقى هيقعد مثلا 5 دقايق 10 دقايق يخلص حاجات يحطها ويطلع، وبعدين الباب اتقفل وهي كانت مصفحة، فمحدش سمعه، ففضل قاعد جوه يصرخ ما حد سمعه. ابتدى بعد شويه جاع، جعان جدا، ما فيش بقى المكان ما فيهوش غير ذهب ومشغولات وفلوس وكل حاجه، بس مش اكل طبعا. ففضل
لكن ما فيش صدى للاستجابة للصراخ بتاعه، كل الاستغاثات اللي هو قدمها. ولما فقد الرجاء خالص ابتدى خلاص كأنه بينهار، طبعا اللحظات دي مزعجة مرعبة. خرج يعني جاب ورقة وقلم كده وكتب: مات أغنى رجل في المنطقة، مات جوعا وسط ملايين الدولارات، مات وسط كتل الذهب وهو يفتقر لرغيف من الخبز. كنت أعتبر ثروتي هي كل أمالي وكل رجائي في هذا العالم. لماذا لم تنجيني من هذه الكارثة المميتة؟ في لحظة كده بتحصل حاجة عجيبة الناس مش بتفهمها، تتغير الأحوال فجأة، تحط رجائك فين؟ في شوية فلوس مع حياتك لما تخلص مش هتاخد منها حاجة، ده لو بالتفاؤل انت عشت كتير 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 كتير. بنبقى حاطين رجاءنا في حاجات كأنها هتعيش وتكمل، وفجأة نلاقي حاجات تتغير الأحوال، تتبدل الأحوال، نلاقي حروب جت هنا، ناس هنا، وناس بعدت، ناس اتشردت، وناس تاهت، وناس حصلت حاجة في حياتها قلبت حياتها، حادثة مش عارفة ايه، او بساعة ناس صغيرة في السن، وتلاقي انت حاطط رجاءك فين؟ انا عايز اخد ابقى عندي رجاء ابدي معتمد عليه مطمن ليه. قديس اوسطينيوس بيقول: ربي لست ادري ما تحمله للايام، ولكن سيدي الحبيب يكفيني شيء واحد، ثقتي انك معي تعتني بي وتحارب عني واني اتكل عليك. الله، قديس اوسطينيوس واعي كده. هرجع بقى للحاجه اللي قالها قداسه البابا، وعايزه برضو اكون باكد عليها. بيقول دايما هناك رجاء، قداسة البابا بيقول هناك رجاء مهما كانت الخطية، وده أروع رجاء ممكن يبقى في حياتنا كله، إنه مهما كانت خطيتك في رجاء، مهما كانت الضيقة والأمر صعب، حتى إن كنت لا تطلبه فإنه هو يطلبك. عايز أقول ده أعظم رجاء، إن الله بيطلبني، وإن الله عايز يعمل معايا علاقة، وإن الله عايز يعمل معايا ها عشرة وعلاقة وقرب، لأنه عايز يضمن لي حياة أبدية، عايز يضمن لي حياة مباركة، حياة ثابتة على صخر الدهور، حاجة الدفع تمنها. هو قال كده: قد أكمل، دفعت التمن، أخدت اللي ليك وعطيتك اللي ليا، أخدت كل ضعفك وتعبك وخطاياك وعطيتك رجاء أبدي لا يضمحل ولا يزول ولا يندثر، باقي في السماويات. احنا ساعات بندور على حاجات الطعام البائت اللي هو يفنى اللي هو يزول بكره، ونحط كل همنا عليه وفجاه ممكن يضيع، لكن هنا البابا بيقول انت لو ما بتطلبوش هو بيطلبك، وده اعظم رجاء، ده اغلى رجاء. بيكمل يقول: كما طلب الابن الضال، كما طلب الدرهم المفقود، ويقف على باب قلبك ويقرع لكي تفتح له. ما أعظم هذا الرجاء، إن الله يطلبك، وإنه لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. عشان كده ده أروع رجاء، إن الله بيطلبني، الله فرحان برجوعي، السما بتفرح بيا. يمكن الناس ما بتحسش بيا، ما بتقدرنيش، لا بتتأثر بيك الأرض ولا أنت بتفرح بني آدمين، بس سمايا بتفرح بيك أكتر من 99 واحد، زي ما في ترنيمة بتقول الكلام المفرح ده، السما بتفرح. عشان كده بجد الله هو رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين. بيكمل يقول: عزاء صغير القلوب ميناء الذين في العصف، هو مرساة النفس الغالية والباقية والحقيقية طول العمر وطول الحياة. أحط أملي فيه ورجائي فيه، ما يخيب ما يضيع، لأن هو أمين، هو صادق، هو سهران على حياتي، لا يعتري تغيير ولا ظل دوران، يظل أمين لا يقدر أن ينكر نفسه. أنا ممكن أتغير، أنا ممكن أتبدل، أنا ممكن أبعد، أنا ممكن أتوه، يفضل بيدور عليا، بيفضل عايز يجيبني، عايز يفرح برجوعي لأجل خلاص أبدي، ولأجل رجاء حقيقي ثابت محفوظ ليا في السماوات فوق. ليه كل المجد وليه كل الكرامة. أمين. طيب، يعني لو في دقيقة واحدة كده بقى ندي رسالة للأم المستجدة دي الصغيرة ده، اهي يعني نديها شوية رجاء، نقول لها ايه؟ انه في رجاء عظيم منتظر حياتنا. يمكن الاحباط ده بيخلي الواحد يلتفت، يا حاجات كتير كنت حاطه توقعات فيها وخابت التوقعات بتاعتي، طب ما في رجاء افضل احط عيني عليه.
والإله المبارك ده يخليني أشوف شوفة جديدة للواقع بتاع اللي أنا فيه، ويخليني أفرح بكل خير ربنا بعته، طفل جميل، أسرة جميلة، وأبتدي إزاي أتشجع وممكن حد يساعدني يبقى في وقت مشورة ليها، إزاي تستعيد كيانها، تبتدي التوقعات العالية والارتباك اللي حصل في حياتها، إزاي كأنها حد بيرجع يعني إيه يسترد أنفاسه ويقف على رجليه، حد يقف معاها، حد يصلي معاها، حد تسمع عظات، تسمع في مشورة، بتبقى مشورة حكيمة، تبتدي تشوف بنظرة جديدة. الله دايما بيجيب حاجات مشجعة جدا تساعدني أشوف الواقع اللي أنا فيه بنظرة جديدة، بتشجيع جديد، بلمسات جديدة، يفتح أبواب جديدة، يفتح قلبي عليه. وأروع حاجة إن أفتح قلبي عليه، لأن هو الرجاء الحقيقي الثابت. ظروفنا هتتغير وتتبدل، لكن يفضل هو الثابت إلى الأبد. آمين آمين. احنا بنشكر حضرتك جدا يا باشمهندسة مارجو، حلقة جميلة مشجعة شكرا. فيها علاج لموضوع الإحباط ده بالرجاء، بس مش المبارك. رجاء على بشر، لكن صح. رجاء على الإله الثابت. الإله أمين. الثابت الوحيد. أمين. أمين. آمين. بنشكرك جدا يا مارجو النهارده كده، و النهارده الحقيقة الحلقة كان فيها خبر مفرح إنه لينا رجاء في السماء. أمين. لينا رجاء. أمين. آمين أمين. آمين. أمين. أعزائي المشاهدين، الحلقة اللي جاية هيكون معانا المهندس ماجد ميشيل وهيكلمنا في موضوع جديد. ربنا معاكم.